السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. طبعا هاي عبارة عن سلسلة أخرى من الأنجلر بروجيكتس. إحنا بالسلسلة الأولى تكلمنا عن الإي كوميرس أبليكيشن، وتحدثنا عن جزئيات يعني نوعا ما خلينا نحكي أنها ستاندرد داخل الأنجلر أبليكيشنز، such as مثلا الكومبوننت سيرفيسز، جاردز، بايبس، ريزولفرز، شيرابل موديولز، كومبوننتس، other frameworks or libraries for design. طبعا يعني ما تكلمنا عن، خلينا نحكي مثلا انه الاشي الادفانس بالانجلر، تمام، ما تكلمنا كثير يعني حسب كل سيناريو ممكن تستخدم فيه احيانا اشي ادفانس واشي احيانا ممكن تستخدم فيه يعني سيستم انك تستخدم فيه مثلا اشياء بسيطه سمبل، تمام. طبعا هذا السيستم خلينا اكون صريح معكم، تمام، انه ادفانس يعني مستخدم فيه كثير اي بي ايز، اوكي. هذا هو زي ما انتم ملاحظين، هاي عباره عن سونجز، طبعا هاي عباره عن سي ام اس، الكونتنت مانجمنت سيستم. اذا لاحظوا اذا عملت ريفرش لهذا الويب سايت راح يكون في عندي بالبدايه عباره عن لودنج سبينر، راح تشتغل لما يعمل ريفرش. لاحظوا كيف هي اللودنج سبينر، تمام، يعني في بس انه يو اي فيتشر جديد. طبعا هاي تمبلتس من موقع اسمه كرييتيف تيم، يعني ممكن اجي افتح هون واجي احكي مثلا في عندنا كرييتيف تيم. طبعا هاي فيها اكثر من كرييتيف تيم، فيها اكثر من تمبلت، انا استخدمت منها تمبلت صراحه، ما عدلت بالديزاين ابدا، بس انا استخدمت اللي بدي اياه. بامكاني انا اشوف اكثر من تمبلت واستخدم، طبعا بامكاني ايضا استخدم النيبيولر تمبلت اللي نزلتها اخر فتره على الجروب، و بامكاني استخدمها. لكن النيبيولر شو مشكلتها؟ عندها مشكله اساسيه من ايش ديز ادفانتج لها، انك اذا بدك تستخدم النيبيولر تقدر تستخدمها فعليا اذا بدك تستخدمها بكافه الكومبوننتس الخاصه فيها، يفضل انك تبنيها بالسكراتش الخاص بالانجلر، يعني ما تبنيها بعد مرحله معينه بعد 25% من بناء المشروع، لازم تبنيها من الصفر مع الانجلر بروجكت اساس انك تشتغل صح فيها. عموما هذا هو البروجكت. طبعا داشبورد انا حاطه فاضي، انا مستخدم فيها النيبيولر، انا مستخدم هذا مشروع النيبيولر لكن اجزاء بسيطه، تمام. يعني هو مثلا حاط عباره عن ان بي لاي اوت، وهنا عباره عن الكولوم ان بي كولوم، وهو مستخدم فيه الداشبورد. لاحظوا كيف البروفايل مثلا ممكن هون اغير صوره، هون ممكن يجي مثلا يحكي لي اني احمل صوره معينه او اذا بدي اختارها. لاحظوا كيف مثلا السيتنجز، طبعا هاي مثلا باتون خاصه بالنيبيولر تعمل لي زي النوتيفيكيشن، طلع لي زي هيك مسج نوتيفيكيشن طلع لي. هنا النوتيفيكيشن خاصه بالفاير بيس، انا عملت لها امبلمنتيشن، اذا بدكم لاحظوا عليها، لاحظوا في انا حاط بالنوتيفيكيشن، بس بعدها الامبلمنتيشن هاي الخاص بهاي الجزئيه بالمشروع ما اكتملت لسه. يعني على سبيل المثال اذا بدي اروح عند اللي هون مثلا بالادمن، في عندنا الكومن مثلا لاي اوت النوتيفيكيشن، لاحظوا النوتيفيكيشن حاليا ببني فيها جزء جزء، تمام. يعني مثلا على سبيل المثال بامكاني اني اجيب خلينا نحكي مثلا الاي دي او التوكن لكل اليوزرز وابعث لهم نوتيفيكيشن. لسه الامبلمنتيشن الخاص فيها ما اكتمل، لكن ان شاء الله انا حاليا هي ضمن التنفيذ، و يعني بدها تقريبا فتره بسيطه قبل التنفيذ، لانه للاسف ما في لها ريسورسز كافيه انه للتعلم نوتيفيكيشنز الفاير بيس مع الانجلر، لانه كلها فيرجن قديمه، الفيرجن الجديده الامبلمنتيشن الخاص فيها مختلف جدا، تمام. عموما هون سيستم يوزرز، تمام، لاحظوا كيف انا ضفت كثير بروبرتيز جديده. يعني هون مثلا انا ما استخدمت الصراحه اللوج ان مع الايميل مع الجوجل او الفيسبوك. ليش؟ الجوجل والفيسبوك لاحظت انكم لازم تستخدموا شيء اسمه زيرو اوث. ايش زيرو اوث استراتيجي؟ طبعا زيرو اوث استراتيجي مشكلتها انه انا احيانا ممكن يكون معها كونفليكت مع الجي دبليو تي، ف راح اخليها موضوع منفصل. يعني راح يعني ممكن اسوي لها يعني مشروع بسيط، ممكن 5 فيديوهات مثلا كيفيه استخدامها مع النست جي اس مع الانجلر، اوكي. عموما هي سيستم يوزرز، اديشنال انفو مثلا نيم، جويند روم طبعا هذا خاص بالسوكيت اي او والمسجز والايميل فيريفايد فولس فولس. يعني اذا بدي اعمل مثلا فيريفاينج لهذا اليوزر لازم اجي ابعث له مسج انه فيريفاي يور اكونت، اوكي. لاحظوا مثلا هون السونجز، في عندنا مثلا هون السونجز بكل السيستم، لاحظوا ممكن اجي ابحث هاي سيرش بايب فيدنج، يعني شغال سيرش بايب. طبعا انا ضفت ايضا وهون نفس الشيء الموسيقى، طبعا هاي بسموها فليب كارد باستخدام النيبيولر، هاي عباره عن فليب كارد مبنيه باستخدام النيبيولر
library لاحظوا كيف بإمكاني أجي أعمل هنا مثلا إذا بدي أعمل edit لهاي السونج لاحظوا كيف بإمكاني مثلا أجي أعملها ممكن أجي أحكي from loud والبوم مثلا بدي أجي أعمل update song updated successfully ولاحظوا كيف الانعكاس صار الانعكاس صار عليها بشكل كامل. طبعا هاي انا استخدم هون شيء جديد ما استخدمناهوش بالاي كوميرس سيستم السابق الا وهو الايفنت ايميتر لعلاقه الشايلد مع البيرنت اللي هو عباره عن الاوتبوت ديكوريتر. تمام خلينا نحكي مثلا هاي شيء جديد راح يعني نتعلمه خلال هاي الدوره. تمام وهون الميوزك نفس الشيء طبعا وهون عندنا ايضا الارتست لاحظوا كيف هون ايضا بامكاني ايضا عملت عليهم خاصيه الفلترنج يعني ممكن اجي احكي مثلا انه الارتست تايب مثلا اعطيني اياه يكون فرقه موسيقيه ميوزك باند اذا عملت فلتر لاحظوا كيف جاب لي كل فرقه موسيقيه كولد بلاي فلوريدا وان ريبابليك ايميجن دراجونز اذا بدي اجي مثلا اجي احكي مثلا سنجل يعني سنجل بس مغني وحده راح يجيب لي مثلا ناشوناليتي هون للاسف مش حاط انا الناشوناليتي يعني مش حاط لهم بلدان لسه يعني لسه لان يعني ضفتها بروبرتي جديده الجندر مثلا ميل مثلا فلتر في عندنا شون مينديس وادم ليفن وفي عندنا طبعا اذا اخترت انها ميوزك باند راح تختفي الجندر لانه ليش مش منطق انه يكون فرقه موسيقيه والها خلينا نحكي مثلا انه الجنس يكون ذكر ولا انثى فيعني هاي راح تختفي بناء اذا اني اخترت اذا انه ميوزك او باند او سنجل فيعني اذا اخترت على سبيل المثال انه فيميل وهي فلتر راح يجيب لي ايش هون طبعا انه بالنسبه للفيميل انا مش حاط لسه بعدني موسيقيين انا شكلي حاط انه الريانا شكلي مخربط وحاطها ميل تمام عموما لاحظوا نفس الشيء الميوزيشنز في عندنا هون يوروما طبعا وهذا له البومز يعني لاحظوا في عندنا البومز خاصه باليوروما بامكاني ايضا اضيف نيو البوم لاحظوا كيف نيو البوم مثلا سمثال والانعكاس لهذا الالبوم بصير دايركتلي ميوزيشن البوم كرييتد سكسسفولي تمام ممكن اذا رحت على ميوزك بعدين رحت على الميوزيشنز الالبومز لاحظوا كيف في عندنا البوم جديد طلع طبعا هاي راح اعدلها مشكله انه المفروض انه يطلع الالبوم جديد طبعا يعني خلينا نحكي مثلا المشروع قيد التنفيذ لكن انا بورجيكم شو التطورات اللي بتصير طبعا لاحظوا شغله مهمه هذا عباره عن CMS هذا عباره عن CMS يعني كونتنت مانجمنت سيستم انا هنا بتحكم بالداتا بتحكم باليوزرز هاي خاصه فقط للادمن بانل تمام موضوع اليوزر هنا هي اليوزر سونج كلاينت تمام هذا فقط لليوزر بفوت عليه اليوزر تمام هون انا هعمل رول بيس اوثرايزيشن اوكي طيب هون ايضا في عندنا انه مثلا ابديت للميوزك وابديت واد نيو ميوزك مثلا هون يعني مثلا هون في عندي فيرسايز ممكن اروح عند مثلا الارتست تمام ممكن اروح عند ريهانا مثلا هون البومز نيو سونج ممكن يعني اضيف اغنيه جديده هسه شوف مثلا شوف في هون اغاني خاصه ل ديسكتوب انا اعتقد انهم بالديسكتوب بالسونجز ريهانا هون مثلا مان داون لاف ذا واي يو لايف فور اكزامبل اسميها مثلا لاف ذا واي يو لاي اوكي والديسكريبشن فروم البوم لاود والارتست ريهانا والتايب طبعا لاحظوا هنا في عندنا التايب في عندنا انواع موسيقى انا اخذتهم من اي بي اي معين شو انواع الموسيقى هون طبعا عباره يعني خلينا نحكي انها بوب ميوزك بتصفي يعني انه كيف هون طبعا اللانجوج الخاصه بهاي الميوزك هاي عباره عن انجلش وكرييت طبعا لاحظوا كيف اذا عملت كرييت لاحظوا في عندنا بروجريس بار هذا انا ضفته كمان جديد هذا البروجريس بار بس اساسا يعني يعطينا يوزر اكسبيرينس يعني هل فعليا هو عماله عم بيحمل الاغنيه ولا لا فهون فعليا بيحمل الاغنيه اوكي فاحنا هون بس يعني يعطينا انه هنت انه بس جاست ويت او بليز ويت قبل ما ايش الاغنيه تتحمل وتتخزن داخل الداتابيز فاحنا واجبنا انه هسه حاليا طبعا كل يعني جهاز حسب سرعه النت عنده ممكن يعني اذا كانت سرعه النت قويه جدا بامكانه بجوز خلال 5 ثواني تتحمل الاغنيه ف يعني الموضوع عباره عن فقط سرعه انترنت كيف انه تحميل اغاني
فيفضل إذا إنه أي حدا كان عنده مثلا تحكم بموضوع تحميل فيديوهات، تحميل أغاني، يكون عنده سرعة النت لا تقل عن 1 جيجا هرتز. ليش؟ لأنه مش منطقي إنه مثلا يجي يحمل فيديو ولا أغنية تكون سرعة النت مثلا 5 ميجا، لا لا، لازم تكون، لأنه أحيانا ممكن الأفلام زي مواقع زي إيجي بيست ولا كذا زي هيك بتكون سرعة الأفلام ما يق... حجم الأفلام أحيانا 11 جيجا 20 جيجا، فيعني الموضوع محتاج إنه يكون سرعة النت خيالية زي ما بيحكوها. تمام، فهون إحنا مثلا محتاجين إنه نستعمل بليز ويت. طبعا هاي الأغنية راح تتخزن داخل الألبومز الخاصة بريانا. طبعا أنا مقسم المشروع كالتالي، إنه في عندي آرتست الفنانين الموسيقيين يعني المغنيين يعني مثلا الخاصين بالغناء، في عندنا ميوزيشنز اللي هم خاصين بس بالموسيقى اللي بيعزفوا على بيانو على جيتار على لاود على أكثر من شغلة. تمام، فبالتالي يعني أنا مقسمهم كأكثر من فئات يعني أنواع الموسيقيين. بإمكاني أوسع المشروع أكثر، أو يعني أضيف مثلا إنه فرق، طبعا أضفت أنا كمان أيضا فرق موسيقية خاصة يعني زي مثلا خلينا نحكي ميتاليكا خاصة مثلا فرقة موسيقية. في عندنا أكثر كمان أيضا فرقة موسيقية ممكن نضيفها حسب شو هو كيف يعني. أنت يعني إذا كان في عندك ديكشنري خاصة بأنواع الموسيقيين ومين هم وشو يعني، خلينا نحكي مثلا السيرة الذاتية الخاصة لكل مثلا مغني. تمام، طيب يعني بالنسبة لهذا المشروع زي ما حكينا، بما إنه أنا مستخدم فيه ريليشنز، أوكي، هذا التايب من سيستم، ما تحكيليش انا مثلا بدي ابنيه باستخدام المونجو دي بي، اوكي، لا، هذا باستخدام الاس كيو ال ريليشنال داتابيسز. ليش؟ لانه في علاقات، في علاقه مثلا بين الميوزك وبين مثلا الالبومز، وبين الالبومز وبين الارتست، بين الارتست مثلا، وفي عندنا ممكن اذا حبيت انا ايضا اسوي كاتيجوريز في علاقه ممكن تكون. فالموضوع يعني مو سهل. تمام، الموضوع يعني مش منطق تستخدم مثلا في مونجو دي بي يعني كداتابيز بالباك اند. عموما هاي الاغنيه اتحملت زي ما انتم ملاحظين. طبعا هون بامكاني اعدل بالديزاين انا اكثر يعني، بس انه يعني مش هاممني حاليا، انا بهمني صراحه تكنيكال يكون كل شيء ظابط. مجرد ما الاغنيه اتحملت انضافت ات ذا توب. تمام، لاف ذا واي يو لاي، لاحظوا كيف. واذا بدي اعملها ابديت ايضا نفس الشيء، الابديت شغال 100%. تمام، ممكن احطها روك يعني فور اكزامبل واجي اعمل ابديت songs updated successfully. عموما وهذا الاشي نفسه مطبق مطبق بالنسبة للميوزك. اوكي، هاي للداشبورد. طبعا انا حاليا بهمني بس بهذا النظام اني انا اضيف اغاني واضيف ميوزك، تمام، موسيقى، تمام، واضيف مغنيين، واضيف يعني مثلا اذا اروح الارتست فور اكزامبل في عندنا مثلا لانا دري، دريك، سام سميث، يعني ممكن اضيف. طبعا لاحظوا في شغله حلوه كثير انا سويتها بالداتابيز، احيانا ممكن اجي احكي مثلا انا بديش احمل كل الداتا، مش سلكت، بديش اعمل سلكت لكل الداتا موجوده داخل الداتابيز. بامكاني انا اعمل ليميت يعني اعطيني مثلا 10، واذا انا بدي احمل زياده اوكي حمل لي كمان زياده 10 او 20. تمام، فانا هون سويت نفس الشيء. يعني اذا بتلاحظوا هون على سبيل المثال انا في عندي باتون هون خاصه اسمها لود مور. تمام، اذا كبست عليها، طبعا هاي يعني موجوده من النيبيولر باتونز. تمام، اذا ضغطت عليها لاحظوا كيف بتحمل لي كمان يعني 6 هون، اذا ضفت عليها كمان بتحمل لي كمان 6، اذا ضفت عليها كمان بتحمل لي كمان غيرهم. لاحظوا كيف في عندنا سام سميث، دالان دري، دريك، تشارلي بوث، شاكيرا، ويز خليفه، وتوباك، تشين سموكرز. طبعا بتحمل لي يعني لود مور. طبعا هاي ممكن تكون الارتست ميوزك باند او يعني ارتست معين. تمام، فهاي فائده بالنسبه للود مور. اوكي، هاي فائدتها اني انا بديش انا احمل كل الداتا، ما فيش داعي اني احمل مثلا كانوا 1000 اوبجكت، فيش داعي اني احمل 1000 اوبجكت. وانتم اكيد شفتوها كثير بالمواقع انه لما تيجي تعمل مثلا تشوف اكثر من يعني، او ممكن اسميها اسويها باستخدام الباجينيشن، يعني احط مثلا هون على سبيل المثال 10 تاب، ويعني صفحة بيجز، البيج الأول فيها مثلا 10، البيج الثاني حملني 20، البيج الثالث حملني 30، البيج الرابعة، يعني هي بس موضوع بوينتر، تحط بوينتر هون وبوينتر هنا. طبعا بالنسبة بالنسبة للاي بي اي اللي استخدمته، هيو لاحظوا زي ما انتم حاطين انا مستخدم النس جي اس. طبعا هون ضفت فانكشناليتي جديدة بتختلف عن اي كوميرس، لاحظوا كيف
هون بدي استخدم البوست بالنسبه لليوزر نيم خليته ايميل مش يوزر نيم، فايميل ريجستر. اوكي طبعا هون لاحظوا كيف ممكن هون اجي ابعث له ايميل عن طريق النود ميلر يعمل فيريفاي للايميل. اوكي وهنا بامكانه ايضا هاي بس للريسنت ايميل فيريفيكيشن، هاي خط بس خاصه بالنسبه للريسنت، اذا بده يجي يعمل مثلا انه بده يشيك اذا الايميل سنت او لا خلينا نبعثه مره ثانيه. هون ايضا كمان اند بوينت خاصه بالفورجيت باسورد واند بوينت خاصه بالريسيت باسورد. اوكي وهون ايضا اللوج ان خاص باليوزر، في عندي لوج ان خاص للادمن، هاي للادمن بانل. هون طبعا ديليت يوزر سيستم يوزرز كرنت يوزر يوزر مين داتا. وهون ايضا الاجمل بالموضوع اني مستخدم شيء اسمه شيء جديد يعني موجود داخل هذا السيستم، شيء يسمى الجيت ويز والسوكيت دوت اي او. تمام هذا خاص بالسوكيت دوت اي او تشاتنج يعني، وهو فعليا انا خلصته الامبلمنتيشن خاص فيه كامل وراح نشوفه لاحقا بالسونج كلاينت. اوكي فهذا هو الانتر تشات روم فور اكزامبل اد مسج، يعني هاي مثلا بدي اعمل اد مسج لليوزر ليف تشات روم. انا مستخدم على نظام خلينا نحكي مثلا سوكيت اي او مستخدم على نظام اليوزرز والرومز، يعني يوزر بفوت على روم شو ما كان نوع الروم بابليك برايفت يعني ممكن زي هيك كرييت مسج لاحظوا كيف وعلاقه بين اكيد بين المسجز والرومز وبين الرومز واليوزرز يعني اكثر من الرومز. تمام فيعني سويتها باستخدام ريليشنال سيستم وفعليا الامبلمنتيشن تبعها اثبت كفاءته وكل شيء تمام، وهي خاص مثلا بالروم كنترولر، اعطيني الروم جيب روم خليه مثلا يجي يعمل اليوزر ممكن يجي يعمل مثلا كرييت لروم فور اكزامبل او ديليت للروم. فيعني هذا السيستم اللي راح نتبعه، بس الفكره ما فيها انه راح نتعلم كيفيه استخدام السوكت دوت اي او بالنسبه بالنسبه داخل الانجلر. وطبعا احنا بنستخدم حاليا تو ريال ايش داتابيسز او ريال سيستمز اوكي اللي هم السوكت اي او والفاير بيس. يعني السوكت اي او فيش داعي انك تيجي تعمل مثلا تعمل تبعث ريكوست للداتا او للاي بي اي على اساس انه يعمل لك فيتش للداتا، لا انت خلاص مجرد ما صار اي ايفنت تشينج اي شيء صار فيه تشينج مباشره بيروح الايفنت بيخبر الاند بوينت هنا وبيعمل ايش التغيير للداتا. ونفس الشيء بالفاير بيس اي نوتيفيكيشن تبعتها تمام من حاله ببعث النوتيفيكيشن لليوزرز وبيحكي له مثلا انضافت موسيقى جديده اسمها كذا كذا، اذا بدك تحب تروح عليها روح عليها. تمام مثلا انضافت اغنيه جديده حاب تشوفها اسمعها او شيء زي هيك. اذا بدي اطور السيستم اكثر من هيك بامكاني اضيف ايضا على سونجز زي البي يعني زي الجيت واي خاصه بالبيمنت انه مثلا حاب انت تسمع اغنيه جديده لازم تدفع مصاري عشان تسمعها. اوكي يعني ممكن اضيف عليها تكون بريميوم او انه ايش او تكون فري. تمام اذا سو فار هذا هو السيستم. انا حاليا قيد الامبلمنتيشن وقيد اشغالي بامور خاصه طبعا. على الاغلب راح يكون البدء بهذه الدوره بشهر 6 ومش راح تكون فيديوهات تنزل نفس الاي كوميرس، راح يكون في يعني فتره بين نزول اول فيديو واخر فيديو. تمام انا راح اعطيكم موعد قبل نزول اول فيديو وان شاء الله راح تكون يعني راح يكون الدوره مقسمه لاكثر من جزء، يعني ممكن راح اخلي سلسله للباك اند وسلسله للفرونت اند، وشيء طبيعي راح نبلش ايضا بالباك اند ونعمله تيست الفانكشناليتي عن طريق البوستمان نشوف كيف الاي بي اي بيشتغل وبعدين نشتغل بالفرونت اند. تمام دائما لانه تعودوا عليها الباك اند دائما قبل الفرونت اند. اوكي فاستنونا ان شاء الله ونحن على موعد مع هذا السيستم. يعطيكم العافيه.